يقول: أحيانا أرى مسكينا في الطريق فأتصدق عليه بشيء من النقود، وفي تلك اللحظة لا أستحضر نية التقرب إلى الله، إنما أعطيته لأني أشفقت عليه، فهل هذا العمل لي فيه أجر إن كان الحال كما وصفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، لكن لا يكون عندك وسواس إلى هذا الحد. إذا رأيت المحتاج وأعطيته رحمة به، هذا إن شاء الله دليل على النية الصالحة، ولا يكون عندك وسواس. نعم.